السلام عليكم. تمرين أنجز لدرس الأعداد الأقل أو الأصغر من 100,000، صفحة 20 للسنة الرابعة ابتدائي من كتاب التلمي. قارن في كل حالة بين العددين استعمال أكبر من أو أصغر من 9999 و10,100. صحيح معي؟ نحسب عدد أرقام العدد 1 2 3 4. نحسب عدد أرقام العدد الثاني 1 2 3 4 5. مباشرة بما أنه عدد أرقام هذا العدد أكبر من عدد أرقام هذا العدد، هذا العدد أكبر من هذا العدد. هذا العدد مباشرة قلنا أكبر من هذا العدد 10,100 أكبر من 9999. نأتي إلى هنا 1 2 3 4 5، نقارنه مع 1 2 3 4 5. إذا هم متساويين بعد الأرقام. نبدأ من أكبر رتبة، عشرات الآلاف، نقارنها هنا 9 وهنا 6. 9 أكبر من 6، 9 أكبر من 6. إذا مباشرة هذا العدد أكبر من هذا العدد. هذا العدد أكبر من هذا العدد، واضح. نأتي إلى العدد الثالث، 58,010، 58,009. نحسب 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 5 أرقام 5 أرقام. هذا بالنسبة لواحد مبتدئ ما يعرفش يقارن، أما بالنسبة لواحد يقارن بين 10 أكبر من 9، واحد مبتدئ يقارن من أكبر رتبة، يعني من اليسار، 5 تساوي 5، 8 تساوي 8، 0 يساوي 0، حتى الآن العددين متساويين، 0 أصغر من الواحد، إذا هذا العدد أصغر من هذا العدد، هكذا. أدرج العدد 81,234 في كل من المتتاليتين الآتيتين. أمامنا متتاليات أعداد تبتدئ ب70,000 وتنتهي ب85,000. ندرج العدد 81,000 بين 70 و75,000، ما كيف ما تجيش 81، لأن هنا في عشرات الآلاف 7 وهنا مازال 7. بين 7 و8 لا يأتي، لأن 81,000 أكبر من 80,000. يأتي هنا إذن ندرج العدد في هذه المرتبة، هنا نستطيع أن ندرج العدد في هذه هنا بين 80,000 و85,000. نكتبه هنا ربما. بالنسبة للعدد الثاني 75,500، 80,400، 82,400، 83,140، عفوا هنا 82,300. لا يأتي بين هذين العددين، بين 80,400 و 82,300، إذا هو محصور بين هذين العددين، وبالتالي نستطيع كتابته هنا. واحد وثمانين ألف، استعقل عليه، 81,234. رتب الأعداد الآتية تنازليا، 35,540، 94,200، 8,935،
53,545 499. نبتدئ بأصغر عدد هو اللي يكون فيه أقل أرقام، هو قال لك تنازليا. إذا نبدأ بأكبر عدد، نقارن أعداد هذه، عنده 5 أرقام، هذا كذلك عنده 5 أرقام، هذا عنده 4 أرقام، إذا ليس كبيرا، هذا عنده 5 أرقام، هذا عنده 5 أرقام. نأتي للرقم الخامس من اليسار، نقارن. هنا عندنا 9 5 9، هذا أكبر، 9 مع 9 هذان متساويين. الآن 4 وهنا 4 مازال متساوي، هنا 2 وهنا 1، إذا هذا هو أكبر عدد، 94,200. هذا هو أكبر عدد. يأتي بعده هذا العدد لأننا كنا نقارنه مع 94,199. يأتي بعده عندنا 53,530، مباشرة الخمسة أكبر من الثلاثة، إذا 35,045. يأتي بعده 53,540. يأتي بعده العدد هذا الذي فيه 4 أرقام، 8,935. إن شاء الله نكون أفدناكم، تابعونا سننشر المزيد إن شاء الله.